السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أول شيء أشكركم على دعمكم للاشتراكات، وأشكركم أيضا على أهم التعليقات. أنا دائما معكم وأتمنى أن أقدم لكم أحسن فيديوهات في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو الذي أقدم فيه ختمة الفيديو السابق، تعليق إلى المنتزه لتجربة صلابة ومتانة مثبت ميدلا في الأرض. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاتنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تروا المراحل التي اجتازها للحصول على انهاء اطار معين لهذه الشهادة الفخرية. بالفصالة الاولى بعدها دوران المنشار جهة اليمين والتركيز على الدوران المنشار حتى سماع صوت اثبات المنشار، ثم اقوم بالفصالة الثانية، وقبل ما اقوم بالفصالة الثانية أضع علامة بالقلم أي نقطة ضرب بالمنشار. فبعد الفصالة بالمنشار خاصة في جهة اليسار أو جهة اليمين يجب رفع المنشار، هذا لسلامة السكين ذات أسنان والحفاظ عليه. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة لكيفية الصنع مكيف هوائي بسيط، واستعملت فيه لوحات ورقية وتفرق، وعملت أنا على شكل قالوس وفي الخلف مروحة هوائية، واقترح علي أحد الزملاء أن نضع فيه قارورات بسيطة مائية مهمة يعطينا هواء بارد أحسن من استخدام مروحة لمفردها. وبدلنا أنا وصديقي عدة أفكار نحصل على هذه الفائدة. أترككم لمتابعة الفيديو مع صديقي الذي اقترح علي هذه الفكرة. كيف؟ أنا أتمنى أن نروح مرورا اللي هي معقولة في البيت، في اللعبة ديالك تحمل هذا الصفانة أو كثير. نكمل نشوف بعد. هذا الشجر، هذا الشجرة صح، هذه تاع الصح. ومني تشوفها هي بسا انا نشوف فيها الشجرة، ملي نشوفها هي بسا نشوف فيها الشجرة. علاش غادي تمشي باطل؟ نمشي نلقطهم ونولي نعطيهم واحد اللون بنترهم توسخوا بالغرة. ديرها بالذهبي ولا ديرها بشي لون قهوي على حسب الشجرة نيشان. La paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous dans ce dernier épisode sur la façon de fabriquer et de créer des cadres photo 10-15. Le travail manuel simple et très facile, vous avez besoin d'innovation et de concentration sur l'art et la créativité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. في هذه الحلقة الأخيرة لكيفية صنع ابتكار إطارات الصور 10×15 بأعمال يدوية بسيطة جد سهلة تحتاج إلى ابتكار وتركيز من أجل الفن والإبداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الافاضل اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو لكيفية تنبات الحجيرات. حماية الضرس. هذه هي إبرة التخراص. الضربة الأولى في العين، الثانية ثم أقوم بترطيف هذا التخراص وأقوم بالتخراص على إثناء اليد. هذا مفتل رقيق جدا، هذا المفتل أضعه في الإبرة ثم أقوم بتخراص هذه العقدة. فالتخراص أولا أحسب ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ثم أقوم بإخراج الإبرة ثم أعود من نفس الخط ثم أعود من نفس وبعدها أحسب ثلاثة أخر. أخذ ثلاث حبات، ثلاث حبات. كيف هي الطريقة لصق هذه العقد؟ يجب لصقهم بطريقة مائلة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على قناة معدات صغيرة وبسيطة أقدم لكم في هذه الحلقة كيفية اطلاق باب الخشب بسيط بطرف دوب رطب. هكذا يساعدنا في العمل والحصول على لمعان ورطوبة الباب. إذا مشاهدينا الأعزاء، بعد تهيئ الباب بمسحه من الغبار وتفريش الأرض لتفادي القطرات أن تسقط، وأقوم بإطلاقه من الأعلى إلى الأسفل وسكين كيتول القاطع، أي أقول حاد ثم المنشار وورق فير رقم 180، كذلك إلى اللصاق سلونسيون صدير، وكذلك إلى مسدس الغراء الساخن. حسب ما شاهدتم على الفيديو، مجسم الكعبة المشرفة للتزيين بها في متجر لكم أو في البيت، فهي أعزائي المشاهدين سهلة الأعمال في صنعها، وأدعو أطفالكم أن يقوموا بصنعها. والنوافذ والأبواب بالإضافة إلى محراب المنبر. ها هي مجسم المسجد جاهزة، أدعو المشاهدين أن يزينوا بها في الصالة. إذا مشاهدين تمت جيدة،
في زاوية الصالة أو الغرفة. إذن مشاهدين الأعزاء، شاركت معكم أشكال من الأبواب وخزائن المطبخ. أتمنى أن الفيديو تم إعجابكم واقتراحاتكم أن تنالوا الإعجاب، وشكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله.